هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف الداخل الإيراني عادت للواجهة من جديد، وكنا أمام استهداف اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم في داخل إيران وتحديدا في مدينة أصفهان. الوكالات الإيرانية بأكملها تحدثت عن هذه المسألة واعترفت إيران بهذا الهجوم، مثل وكالة مهر نيوز أو تسنيم نيوز، ونشروا تفاصيل ما حدث تماما. وما ذكر هو بأن الهجوم كما تحدثنا كان قد تم على مدينة أصفهان على إحدى المجمعات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية المرتبطة بالقوات البرية الخاصة الحرس الثوري الإيراني. جاءت طائرة مسيرة واحدة وصفت بأنها صغيرة وهاجمت هذا المجمع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، ولكن المنظومات الدفاعية الإيرانية كانت حاضرة بحسب ما تناقلته هذه الأنباء الإيرانية ووكالات الأنباء الإيرانية، وتمكنت طبعا من إسقاط الطائرة بنجاح. لا قتلى، لا جرحى، لا أضرار، ولا حتى أضرار مادية في المجمع أساسا الذي استهدفته. لم تكن هنالك صورا، لم تكن هنالك مقاطع مصورة، ولكن دعونا ندقق في هذا الموقع الذي نتحدث عنه الآن في الأقمار الصناعية وفي القمر الصناعي، ولنتجه مباشرة إلى هذا المجمع وهو مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع الإيرانية. طبعا هذه هي أصفهان، إلى جنوبها يأتي هذا المجمع الخاص والخطير، وستلاحظ أمامك هذا هو المجمع تحديدا الذي كان والذي طبعا استهدف بهذه الطائرة المسيرة بحسب تفاصيل قد نشرت من عدد من الأوساط الإيرانية وحتى من وكالات مهمة عادة ما تقوم بعدد من التسريبات المهمة والدقيقة للغاية مثل تيرور ألارم، كانت قد تحدثت عن طبيعة المنشأة والنقطة التي استهدفت من قبل الطائرة المسيرة، وهي تأتي هنا إحدى الورش، إحدى منشآت الورش الموجودة في هذا المجمع. ودعونا نقترب منه وستلاحظون بأن هذه المنشأة هي المنشأة المقصودة والمذكورة والتي حاولت الطائرة المسيرة من الوصول إليها ومن ضربها، ولكن المنظومات الدفاعية تمكنت من إسقاطها بحسب طبعا ما تحدثت عنه وكالات الأنباء الإيرانية. المشكلة أن هنالك من شكك في حقيقة أن المنظومات الدفاعية أساسا قد عملت ضد هذه الطائرة المسيرة، مثل إيران انترناشونال قالت بأن لم يكن هنالك أي صوت قد سمعه المواطنون أساسا الموجودين على الأرض، الموجودين حول المنطقة لم يسمعوا أي مضادات جوية تستخدم أو تعمل ضد هذه الطائرة المسيرة. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الوزير الداخلية الإيرانية السيد أحمد وحيدي كان قد تحدث بشكل واضح بأننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التحقيق، وهذا ما يضع غموضا حول ما إذا فعلا كانت المضادات الجوية قد عمل ضد هذه الطائرة المسيرة، وأن الطائرة المسيرة لم تحقق هدفها فعلا. هذا طبعا هو سؤال قد تكون الساعات والأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة على ما نتحدث عنه، ولكن بالنظر إلى هذا الموقع فالموقع خاص محصن تابع لوزارة الدفاع الإيرانية وللقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما يعطي ميزة لهذا الموقع. هذه المنشأة تحديدا التي نتحدث عنها لو ابتعدنا قليلا سنلاحظ بأنها منشأة تبدو منفردة مقارنة بكل المنشآت الموجودة، بمعنى آخر بأنهم قد بنوها بطريقة وبنوا هذه المنشأة ليست قريبة من أي من المباني الأخرى، ليس هنالك مبنى قريب منها، بالإضافة إلى ذلك أنها أيضا بعيدة عن الطريق الرئيسي، وهذه قد تعطي مؤشرا مهما بأن في هذا المبنى قد تكون هنالك متفجرات أو مواد حساسة من الممكن لو انفجرت لخطأ فني أو لهجوم مثل الهجوم الذي نتحدث عنه اليوم بطائرة مسيرة كان قد أدى وممكن أن يؤدي إلى ضرر في المباني المجاورة له. وبالتالي نحن أمام هذا المؤشر المهم الذي نتحدث عنه، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذا الموقع لو ابتعدنا عنه قليلا وحاولت في القمر الصناعي على سبيل المثال عند التدقيق بهذا الموقع أن تحاول أن تهبط في أي نقطة من هذه النقاط لكي تلقي نظرة على الشارع، أن تلقي نظرة على صورة معينة، على زاوية معينة لهذه المباني، طبيعة التحصينات، طبيعة المنظومات الدفاعية، لن تجد شيئا أبدا. وهو يوضح الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الموقع والذي هاجمته الطائرة المسيرة طبعا صباح هذا اليوم. بل إن هذا المجمع أساسا كما حدثنا يطلق عليه مجمع أمير المؤمنين، وصناعات أمير المؤمنين الإيرانية أساسا قد فرضت عليها عقوبات، عقوبات من من؟ من وزارة الخزانة الأمريكية في 28 من يوليو من عام 2017، وهذه هي أمير المؤمنين كما تلاحظون إندستريز، وهي صناعات أمير المؤمنين الإيرانية، وهي مختصة في عمليات البحث
والصناعة وتطوير الصواريخ الباليستية، بل إنها أيضا مملوكة أو مسيطر عليها من قبل مجموعة شهيد همة للصناعات المختصة في صناعة الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل طبعا، وهي مشهورة للغاية، وسبق وأن استهدفت عدد من المنشآت الخاصة بها من قبل إسرائيل بالطائرات المسيرة. وهذا يوضح أن هذا الموقع فعلا ليس بالعادي أبدا، وقد نرى الكثير من التفاصيل في الحقيقة في الأيام القليلة القادمة أو في الساعات القادمة. أيضا يجب أن ننتبه بأن هذا الانفجار الذي جاء في أصفهان هو يأتي أساسا، هو ليست المرة الأولى في حقيقة الأمر أن يكون مثل هذا الهجوم بالطائرات المسيرة في أصفهان، فكنا في نهاية شهر يناير من هذا العام أمام عملية انفجار وهجوم بثلاث طائرات مسيرة من طائرات الكواد كوبتر هاجمت هذا المجمع التابع أيضا لوزارة الدفاع الإيرانية واستهدفتها بهذا الشكل. وكانت تفاصيل نشرت على نيويورك تايمز بأن الطائرات المسيرة انطلقت من الداخل الإيراني واستهدفت هذه المنشأة التي رأيناها قبل قليل. أيضا مسؤولين أمريكيين صرحوا للوول ستريت جورنال بشكل واضح بأن إسرائيل هي التي كانت خلف هذا الموضوع وقطعت الشك باليقين وأنهت هذه المسألة تماما. بل بالإضافة إلى ذلك وما هو أخطر وأخطر التفاصيل التي نشرت عن هذه المنشأة من قبل The Guardian البريطانية، قالت بأن هذه المنشأة التي استهدفت في أصفهان في نهاية شهر يناير كان هنالك تصنيعا وتطور الطائرات المسيرة الإيرانية، بل بالإضافة إلى ذلك أن هذه الطائرات المسيرة كانت إيران تخطط لإرسالها إلى روسيا لكي تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني. وهذا ما هو مرتبط بعملية اليوم، فعملية اليوم على الموقع الذي نتحدث عنه اليوم هو مرتبط بالصواريخ البالستية تحديدا. وقد رأينا كثير من التقارير سابقا ومؤخرا بأن إيران تخطط لإرسال صواريخها البالستية لروسيا لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني، وآخر تقرير صدر عنها طبعا مرتبط وقادم من الفوربس كما تلاحظون، والتي تحدثت بشكل واضح بأن هذه الصواريخ البالستية ستجد طريقها في أكتوبر من هذا العام، يعني بعد 6 أشهر تقريبا. وجاء هذا الهجوم على هذا الموقع، ولذلك يجب أن لا نستبعد أبدا بأن الهجوم بالطائرة المسيرة على هذا الموقع قد يكشف لنا بأن هذه المنشأة التي استهدفت هي لتطوير الصواريخ البالستية التي تريد إيران إرسالها إلى روسيا لكي تستخدم في أوكرانيا ضد حلف الناتو، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا بشكل مباشر ضد الأوكرانيين. وطبعا هذا الموقع الذي نتحدث عنه بالإضافة إلى الموقع الآخر الذي هو استهدف في يناير للطائرات المسيرة، هنا بالصواريخ البالستية وهنا بالطائرات المسيرة، توضح أنها مواقع حساسة للغاية موجودة في مدينة أصفهان، وهي أيضا تعطي فكرة مهمة عن الموقع بشكل عام. توضح أيضا من طرف إسرائيل وكأنها تقول بأنني أستطيع استهداف هذه المواقع بطائرات مسيرة بسيطة مثل الكواد كوبتر، مثل هذا الموقع الذي تحدثنا عنه الذي هو في نهاية يناير الذي استهدف بثلاث طائرات مسيرة، أو نستهدف أيضا كما نريد هذا الموقع في جنوب أصفهان أيضا الذي نتحدث عنه في الصواريخ البالستية. لا مشكلة لدينا عندما نستهدف هذه المنطقة التي تقع وسط إيران، بل ما هو خطر في هذه المسألة بأن هذه المنطقة التي تستهدف بالطائرات المسيرة ألا وهي أصفهان هي في حقيقة الأمر قريبة وقريبة للغاية من منشأة نطنز النووية هنا إلى شمالها. هنا منشأة نطنز تقريبا على مسافة ما يقارب 100 كيلومترا فقط. أنت أمام منشأة نطنز التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وتوجد فيها ويتواجد فيها أهم أجهزة الطرد المركزية المتقدمة التي تعمل على ذلك، وسبق لإسرائيل وتحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استهدفت هذه المنشأة. وهذا يعطي فكرة أكبر عن طبيعة خطورة هذه الهجمات وما الذي تعنيه أساسا. وعندما نتجه لنتأكد هل فعلا منشأة نطنز هي متواجدة هنا، ستجد فعلا بأن هذه هي منشأة نطنز موجودة بهذا الاتجاه. بشكل عام إيران عادة ما تلقي الاتهامات على العراق بأن الطائرات المسيرة عادة تكون قادمة من العراق، مثل ما جرى في يناير، في هجوم يناير الذي نتحدث عنه، في هجوم أصفهان كانت وكالة نور نيوز المرتبطة والمقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قالت بأن الطائرات المسيرة التي استخدمت آنذاك دخلت من إقليم كردستان إلى إيران، جمعت هذه الطائرات في إيران واستخدمت على هذه المنشأة. والمعلومات الاستخبارية التي طلعنا عليها حول ما جرى اليوم من هذه الطائرة المسيرة وضحت لنا بأن الطائرة المسيرة التي استخدمت صباح هذا اليوم على مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع الإيرانية
هي دخلت أيضا من إقليم كردستان، والقصة لم تختلف كثيرا، وهذا ما قد يوضح لنا بأن إقليم كردستان في الفترة القادمة تحديدا الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة هناك التي تعتقد إيران بأنها تعمل على هذه الأمور، تعمل مع أطراف خارجية تصل إلى إقليم كردستان وتقوم بهذه العمليات، هي المتورطة في هذه المسألة، وبالتالي العراق يبدو بأنه لن يرتاح أبدا رغم كل الأمور الإيجابية التي رأيناها في المنطقة والتي دائما طبعا ما نتحدث عنها. هذا الهجوم الذي جاء صباح هذا اليوم هو يأتي بعد انفجار كبير شهدته إيران يوم أمس في مدينة مشهد بهذه الطريقة على إحدى أهم المصانع الموجودة في مشهد، وهو إلكترو ستيل. انفجار كبير جدا دمر 3 مخازن سحقها بالتمام والكمال، يأتي متزامنا مع العديد من الهجمات الإسرائيلية على العديد من الأهداف الإيرانية في الداخل السوري. بالإضافة إلى ذلك، كنا قبل يومين أمام هجوم بطائرة مسيرة إيرانية انطلقت من سوريا ووصلت إلى شمال إسرائيل وتمكنت إسرائيل من إسقاطها، وقالوا بأنها طائرة مسيرة إيرانية. وبالتالي لاحظ قد نكون أمامها قصة أخرى هنا، طائرة مسيرة إيرانية استهدفت إسرائيل، طائرة مسيرة إسرائيلية في الداخل الإيراني حلقت في الداخل الإيراني وقامت باستهداف المجمع في أصفهان إلى جنوب أصفهان، فعل وردة فعل. ولكن بشكل عام بالنسبة لإسرائيل الأمور تسير عكس ما تريد في منطقة الشرق الأوسط الآن، فهي ليست منزعجة فقط من مسألة أن إيران اقتربت من القنبلة النووية أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسة لا تعجبها أبدا مع إيران ومع تصرفات إيران في المنطقة بشكل عام، لكن المنطقة كما تحدثنا تتغير على إسرائيل كثيرا. فديفيد إغنيشيوس أحد أهم الخبراء الأمريكيين على الواشنطن بوست كان قد كتب يوم أمس طبيعة المتغيرات التي جرت في المنطقة وما الذي تعنيه بالنسبة ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما لإسرائيل، وهو تحدث بشكل مباشر عن التحركات التي قامت بها المملكة العربية السعودية، وآخر تحرك قامت به ألا وهو تخفيض إنتاج النفط. 500,000 برميل للنفط يوميا بدأت وستبدأ طبعا المملكة العربية السعودية بتخفيض إنتاجها بدءا من الشهر القادم حتى نهاية هذا العام، هي والعديد من الدول ومن ضمنها طبعا العراق. ووجد طبعا ديفيد إغنيشيوس بأن هذه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، يا أيتها الولايات المتحدة الأمريكية أنت لم تعودي القوة المهيمنة وأنت لم تعودي القوة التي تحكم سوق النفط في الخليج العربي، نحن من نقرر مصيرنا، وبأنك صحيح نحن لا نريد كسر الشراكة معكم أيها الأمريكيون، أنتم شركاء لنا ولكنكم لستم الوحيدون، بمعنى آخر بأن الصين معنا، وقد يعني أيضا بشكل آخر بأن روسيا أيضا معنا. ديفيد إغنيشيوس أيضا وجد بأن عملية التقارب بين المملكة العربية السعودية وبين إيران هي كسرت تماما ما تريده إسرائيل. إسرائيل تريد أن تقوم بعلاقات مهمة جدا، تطبيع العلاقات، علاقات سياسية مع المملكة العربية السعودية، ولكن الأمور بهذا التحرك الذي قامت به السعودية ألغت كل شيء، لأن السعودية اقتربت من دولة لا وهي إيران التي تعتبر عدوة لإسرائيل، وكذلك بوساطة صينية بين البلدين، والصين أساسا هي العدو اللدود للولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما يراه طبعا الشعب الأمريكي، وهي فعلا كذلك حتى مقارنة بروسيا التي تخوض حربا كبيرة في أوكرانيا. وعلى هذا الأساس الأمور تبعثرت بالنسبة لإسرائيل والمنطقة تغيرت، وحتى أن السعودية ستدعو أساسا الرئيس السوري بشار الأسد إلى قمة الجامعة العربية بحسب تفاصيل قد نشرتها وكالة رويترز بأنه سيحضر إلى الرياض، وبالتالي المنطقة تتغير، كل شيء يأتي عكس ما تريده إسرائيل. وإيران هنا نجحت بشكل كبير استراتيجيا في عملية التكاتف بشكل كبير مع الصين، علاقة مع المملكة العربية السعودية، وأيضا الأمور تبدو مفيدة للغاية بالنسبة لروسيا، تكاتف كبير، تلاحم كبير في منطقة الشرق الأوسط لكي نمكن روسيا من النجاح في مواجهة كبيرة قادمة ليست بالسهل أبدا مع حلف الناتو بشكل عام وفي أوكرانيا. الحرب تبدو طويلة وهذه التحركات قد تكون مفيدة على المستوى البعيد، ففنلندا الآن انضمت بهذا الشكل وبشكل رسمي إلى حلف الناتو، ورفعت طبعا العلم الفنلندي في بروكسل بالقرب من مقر حلف الناتو الذي ترونه أمامكم، وهذا يعني ببساطة
كما تلاحظون هنا من هذه الخارطة باللون الأزرق، هذه كلها دول حلف الناتو وهي تحاصر روسيا. لاحظ حتى تركيا هي جزء طبعا من حلف الناتو، يحاصرون روسيا، يغلقون الطريق على روسيا، وهذه هي نوروي النرويج طبعا التي تأتي أيضا وتأخذ جزءا من الحدود مع روسيا بهذا الشكل. الآن فنلندا بانضمامها الآن قامت يعني فتح جبهة للناتو تصل على مسافة 1340 كيلومترا مع روسيا. روسيا ليست لديها مشكلة في حقيقة الأمر، وعلى لسان الرئيس السوري فلاديمير بوتين قال ليست لدينا مشكلة أساسا مع فنلندا أن تفتح هذه الحدود الكبيرة أو أن تنضم أساسا مع حلف الناتو، ولكن المشكلة الكبيرة والأساسية أن تأتي ويأتي حلف الناتو لكي يضع بنيته التحتية العسكرية في فنلندا على طول هذه الحدود، يعني بأن روسيا يجب أن تستعد لمعركة أكبر وأسوأ. وهذا طبعا يعني بأن روسيا لديها مشكلة، بدأت بهذه الحرب لكي لا يتوسع حلف الناتو، لكن ها هو حلف الناتو يتوسع. وحتى ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو كان قد تحدث بشكل واضح بأننا بعد انتهاء الحرب بين أوكرانيا وبين روسيا سندرس عملية ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، أي أن الأمر لم ينتهي بحسب ما يتحدث عنه يانس ستولتنبرغ، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بدأت تتحرك بسرعة من أجل ضم السويد أيضا إلى حلف الناتو، يريدون إنهاء كل الخلافات، كل الأمور المختلف عليها، ولنجعل أيضا السويد إلى ونضمها طبعا إلى حلف الناتو. ولاحظ كيف أغلقت المنطقة هنا إذا ما تحقق هذا الأمر فعلا. ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هو الذي سيتحرك حول هذا الموضوع لإنهاء مسألة ملف السويد وانضمامها إلى الناتو بحسب ما نشره ونشرته طبعا وزارة الدفاع الأمريكية في 4 أبريل بهذا الشكل. وأيضا في نفس الوقت أن الأوكرانيين يستغلون كل هذه الأنباء بشكل كبير حتى في أبسط المعارك وفي أقل المعارك مقارنة بهذه المواجهة الاستراتيجية الكبيرة، خاصة عندما نتحدث عن مدينة باخموت، المدينة المهمة للغاية التي تأتي فيها وتجري فيها أكبر المعارك. إذا ما أخذنا صورة موضحة من القمر الصناعي الآن ستلاحظ بهذا الشكل بأن فعلا قوات فاغنر تتقدم، أخذت المبنى الحكومي، اقتربت هنا من السكة الحديدية التي نراها هنا. دعونا نوضح هذه الصورة بشكل أكبر ونأخذ اللون الأصفر لكي نحدد ما الذي يأتي مع الأوكرانيين. بغض النظر عن طبيعة التقدم لقوات فاغنر، إلا أن القوات الأوكرانية تتخذ وبدأت تتخذ من محطة القطار رقم 2 كخط دفاعي خاص بها، لأن الأوساط الأوكرانية تحدثت أن أيضا الأوكرانيين قاموا بعملية السيطرة على المرتفعات الموجودة هنا وخلق خط دفاعي من أجل أن الأوكرانيين أو قوات فاغنر إذا ما تقدمت بهذا الشكل وسيطرت على هذه المدينة بهذه الطريقة فإنهم سيكونون حاضرين في هذه المرتفعات. بل أن أيضا القوات وقوات الأوكرانية قد سيطرت على المباني المرتفعة الموجودة إلى غرب باخموت من أجل فرض سيطرة كبيرة على فاغنر عندما يحققون أي تقدم بعد السيطرة على محطة القطار رقم 2، بالإضافة إلى ذلك إلى أنهم متواجدين أيضا في إيفانوفسك بخط دفاعي كبير ليمنعوا أي تقدم ممكن أن يغلق طبعا الطريق عليهم، ممكن أن يؤذي القوات الدفاعية والدفاع الأوكراني. وفي حالة أي تقدم فإن تشازفيار موجودة بخط دفاعي كبير أيضا ممكن أن تساند أي عملية تقدم، وبوهدانيفكا طبعا تخلق خطا دفاعيا لخروموف التي ترونها هنا. ولكن طبعا تبقى للقوات الروسية قدرة كبيرة إذا ما أرادت قوات فاغنر أو القوات الروسية أن تضغط على هذا المرتفع وعلى هذه المنطقة المرتفعة سنكون أمام مواجهات كبيرة. ولكن لاحظ مصدات كثيرة في الغرب في المناطق المرتفعة هنا في إيفانوفسكا وفي تشازفيار، لن نجعل الأمور سهلة بالنسبة لكم. ولذلك المواجهة كبيرة بالنسبة لروسيا، بحاجة إلى استقرار، بحاجة إلى تعاون كبير، وهذا ما قد يفتح فرصة أكبر بالنسبة للإسرائيليين تحديدا، ألا وهو التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة كسب حلف الناتو أكثر، لأن المنطقة الشرق الأوسط لم تعد معها، كل شيء ضدها، وهي تريد أن تضرب المفاعلات النووية، تريد أن تضغط على إيران، وبالتالي قد تكون فرصة جيدة مع ارتفاع حدة المعارك في أوكرانيا وهذا الترابط في الشرق الأوسط لكي تتقارب نوعا ما مع حكومة بايدن أكثر فيما يجري من قبل إيران.